احنا يعني في وضع شديد التعقيد وشديد الاضطراب، ومحدش قادر يتنبأ باللي ممكن هيحصل بكرة. وكنا دايما بتسأل السؤال اللي اتسألته، هو يعني طب امتى يعني حضرتك شايف الأمور هتبدأ تستقر والأمور هتبقى يعني آثار وثمار كل الخطوات اللي بتتعمل هتظهر امتى؟ وقلت ساعتها ان يعني جاوبت بصورة واضحة، احنا عندنا رؤيتنا وعارفين كويس قوي على المسارات اللي احنا بنتحرك فيها، ولكن المشكلة الحقيقية ان احنا مش ضامنين بكرة يحصل ايه، ووارد جدا تحصل صدمات اخرى ما كانتش موجودة في الحسبان تؤدي الى العديد من التعقيدات والمشاكل للدولة. يعني حضراتكم بعديها بيومين حضراتكم عارفين كويس قوي، ويمكن مش يوم، تاني يوم حصلت المشكلة في المنطقة بتاعتنا، ويعني تصاعد يعني حدة وتعقيد المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط مع الحوادث اللي حصلت. والنهاردة طبعا كلنا يعني في حالة عدم يقين من تطورات الأمر والأزمة، محدش عارف بكرة هيحصل إيه.